عرفوا بين الأمم بأعمالهم، رنموا لهم، أنشدوا بكل عجائبهم. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وتحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا ماكسيموس أسقف بنها وقوسنا، فريق أنجل ستين يقدم قصة حياة ومعجزات القديس نيقوداوس الأسقف العجلي. السفينة يا ريس جوة عظيمة يا ريس يا صافي السفينة يا صافي السفينة يا ريس جرجس يا ريس جرجس ايوه اسمعها حاجة عندك فوق ايوه يا ريس الموج بيعلى والريح عمالة بتزيد طب انزل بسرعة ولملم الصراع وانتوا يا رجالة اتحركوا بسرعة المنتجين اللي معاك مفيش فايدة مفيش فايدة يا ريس الموج لسه بيعلى والموت هيجرب مننا قوي انشدنا يا رب يا سفيع الملاحين يا ابو الفجر او المحتاجين انشدنا يا قديس الله اطلبوا كلكم شفاعة القديس نيقوداوس وأكيد ربنا يستجيب لشفاعة مش معقول الموج سكن والريح الريح هديت البحر رجع زي الأول دي معجزة معجزة بركتك معانا يا قديس نيقوداوس باين على القديس نيقوداوس ده قديس عظيم قوي ما تكلمنا عنه يا ريس شوي طيب اقعد استريح شوية وبعدين احكي لكم عن العجائب مارينجول هدينا اكلنا وشربنا الشاي كمان احكي لنا بقى يا ريس عن القديس نيقوداوس القديس نيقوداوس دي عجائبه كتير ومعجزات اكتر احكي لكم ايه ولا ايه احكي لكم من الاول خالص ابوه كان اسمه إليفانيوس وامه كان اسمها تونة كانوا عايشين في مدينة اسمها بطرة في آسيا الصغرى وكانوا بيحبوا ربنا قوي وبيعملوا كل حاجة ترضيه كمان كانوا كرم في عطاياهم للفقراء والمحتاجين بس كانوا مغمومين وحزان عشان كبروا في السن وربنا مرزقهمش الطفل وكانوا بيصلوا كتير عشان الموضوع ده وبعد صلوات كتير وتضرعات قوية ربنا استجاب ليهم ورزقهم الطفل سموه نيقوداوس على اسم عمه وده كان حوالي سنة 262 ميلادية
ومين نيكولاوس عمه ده رئيس؟ دي كان رئيس أسطفة مور، وشاف رؤية سماوية بعد ولادة الطفل على طول، عرف ربنا فيها إن الطفل ده هيكون سبب بركة للكنيسة المقدسة بأعماله الصالحة، والفرحة كانت كبيرة عند أبو الطفل وأمه. مش قلتلك يا تونة إن ربنا مش ممكن ينسانا؟ فعلا يا إبيفانيوس، ده هو اللي قال كل شيء مستطاع للمؤمن. أشكرك يا رب، أشكرك يا إله العجائب والمعجزات، أشكرك يا يسوع. وكانت طفولتة عجيبة وغريبة. عجيبة وغريبة؟ كيف يعني يا ريس؟ يعني مثلا قام وقف على رجليه بعد ساعتين اتنين من ولادته بس، والناس اللي كانت قاعدة استغربوا قوي من اللي شافوه. مش كده وبس، لا، دي كان بيصوم عن الرضاعة يوم الأربع ويوم الجمعة حسب عادة الكنيسة، ولما كبر شوية كان مواظب على الكنيسة، وعلاقته وحبه لربنا كانوا بيزيدوا يوم بعد يوم. Thank you.
نيكولا، يا نيكولا، انت بتنادي عليا يا امي؟ ايوه. انت خلصت صلاة يا ابني؟ ايوه يا امي. طيب يلا تعالى علشان تاكل. معلش سامحيني، مش هقدر اكل دلوقتي، اصل اتاخرت على ابونا. ليه يا نيكولا؟ هو في حاجه دلوقتي في الكنيسه؟ لا ده انا رايح عشان اعترف وهاجي بسرعه. سلام يا ام. سلام يا ابني، ربنا معاك. وفي طريقه للكنيسه حصلت حاجه غريبه قوي. أقدر أساعدك بحاجة؟ أنا عارفة يا ابني إنك ولد مبروك وإنت شايف حالي، رجلي مشلولة وما بقدرش أتحرك. أرجوك يا ابني ممكن تصليني عليها عشان ربنا يشفيني وأقدر أمشي. أيوة بس أنا صغير وضعيف وما أقدرش أشفيك. بس صليلي أنت بس، وانا متاكده ان ربنا هيسمع صلاتك. يا رب يسوع، انت اللي شفيت المفلوج زمان وقلت له قوم واحمل سريرك وامشي، انت القادر يا رب انك تعين الست المسكينه تعطيها بحسب ايمانها. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. مش معقول حقيقي اللي بيحصل ده، رجلي بتتحرك، مش ممكن، انا مش مصدقه نفسي. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. وبعد كده قدموه ابوه وامه للكنيسه عشان يخدم ربنا، واترسم شماس كمان، وكان مثال لكل الناس، مش الصغار بس، لا لكن الكبار والشيوخ كمان. وبعد فترة مات أبوه وأمه وسابوله ثروة كبيرة قوي. وفي يوم راح له عمه عشان يعزيه. سلام يا نيكولا يا حبيبي، ازيك؟ ربنا يعزيك يا ابني. عامل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه يا سيدنا؟ نشكر ربنا على كل حال. انا بقول مع داود النبي: أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. ربنا يقويك يا ابني. ها وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ طبعا يا سيدنا، أول حاجة هعملها إني هوزع كل الثروة اللي سابها لي أبويا وأمي على الفقراء والمساكين، وربنا بقى يقويني ويساعدني. بس بصراحة يا سيدنا، أنا في حاجة شغلاني قوي وعاوز إرشادني يفتك فيها. فعلا أنا ملاحظ إن في حاجة شغلاك من مدة يا ابني، خير في إيه؟ أيوة فعلا يا سيدنا، أنا بفكر في ربنا، نفسي أعيش معاها على طول، ومفيش أي حاجة تقدر تبعدني عنه. نفسي أكرس له كل حياتي وخدمتي. الله، طب ما أنت معاها على طول يا نيكولا، كل وقتك مقضيه في الخدمة والصلاة والكنيسة. لا يا سيدنا لا، أنا نفسي تروح بني سيدنا. أيوة بس الطريق اللي انت اخترته ده يا ابني صعب ومحتاج جهاد طول حياتك. يا سيدنا أنا واثق إن ربنا هيعيني ويقويني مادام مفيش أي حد غيره في قلبي. ما دمت مصمم على الطريق ده يا نيكولا، يبقى نصيحتي ليك إن أول حاجة تعملها إنك تزود صلواتك وقراياتك، تطلب منه ان يعينك ويديك حكمة ومشورة، انه يرشدك للطريق اللي انت اخترته ويثبت اقدامك فيه. وفعلا ربنا حقق امنية نيكولا ورسم عمه راهب في الدين،
وكان بيزيد في نوسكو وفي فضايله أكتر وقت. ولما كمل 19 سنة رسم عمه كاهن بإرشاد من الروح القدس. انت مش قلت انه كان اسقف؟ امال ايه بقى؟ ايوه يا سمعان، ما انا جاي لك في الكلام اهو، قلت على طول اللي مستعجلك دي. ما هو بعد ما تنيح الانبا يوحنا اسقف مورا في الوقت دي، اجتمع الاساقفة كلهم عشان يشوفوا مين يستحق كرسي الاسقفية من بعده. وفي يوم والقديس نايم ظهر له السيد المسيح ليه المجد واداله الانجيل المقدس، وكانت معاه الست العذراء وقالت له: السلام لك ايها الحبيب نيقولاوس، بالحقيقه انت مستحق ان تكون راعيا لشعب المسيح، ها هي حله الاسقفيه، ارعى شعبك بكل أمان. وزي ما السيد المسيح والست العذراء ظهروا له، ظهر كمان ملاك لواحد من الآباء وقال له: روح عند الهيكل وقف عند الباب
وأول واحد هيدخل هو المستحيل واسمه نيكولاوس. وكان ساعتها الأنبا نيكولاوس في مغارة في أورشليم وسمع صوت من السماء بيقول له أخرج أخرج من هنا وعيش بين الناس عشان أتمجد بيك. وفعلا خرج الأنبا نيكولاوس وراح الكنيسة وكان هو أول واحد يدخل من باب الهيكل. وكانت الناس والأساقفة فرحانين بالأنبا نيكولاوس قوي قوي وكانوا بيشكروا ربنا عليه. وزاد شكرهم لما حصلت المعجزة دي في يوم رسمته. ايه في ايه مالك يا بنتي؟ الحقني انا عارفه ان القديس عظيم ابني يا سيدنا من كتر الزحمه وقع في نار كانت قايده ومات ابني الوحيد. اعمل ايه من غيره؟ ابني انقذني يا سيدنا انجدني يا قديس الله. انت بتعمل معجزات كتير اعمل معجزة مع ابني وأمهولي أرجوك يا سيدنا. أهو أنا هحط عند رجليك وتصرف أنت بقى. أنا واثقة إني بصلواتك ابني هيقوم. يا رب يا رب. ما تخافيش يا بنتي اطمني. يا ربي وحبيبي يسوع المسيح يا رب زي ما قومت ابن أرملة نايم وفرحت قلبه انت يا رب اللي قادر انك تقوم الطفل اللي قدامك ده وتفرح قلب امه يا رب اللي ركعه قدامك مستنيه تحننك عليه. يا رب رجع لها ابنها بقوه صليبك المحيي وبشفاعه امنا الطاهره العذراء مريم. باسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين. يتمجد اسم الرب يتمجد اسم الرب. ابني قام ابني قام من الموت ابني. اشكرك يا رب اشكرك يا قديس يا عظيم اشكرك يا رب. زي ما كانت امه فرحانه الناس كان فرحتهم اكبر بسقفهم الجديد ومجدوا اسم ربنا الصانع العجائب على يد القديس. وفي اليوم ده قعد القديس يصلي ويعاهد نفسه على خدمة الأسقفية. اصحى يا نيكولاوس ده الحمل تقل عليك قوي والمسؤولية كمان بقيت أكبر ولازم انك تكون أمين فيها. طب الأول وكنت بتفكر في خلاص نفسك وبس، لكن دلوقتي لازم تهتم كمان بخلاص ولادك. وافتكر كلام حبيبك المسيح، من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبد. ساعدني يا رب وقويني، ساعدني يا رب على خدمة شعبك، أعني يا رب على خلاص نفسي، اسندني يا رب فأخلص، اسندني فأخلص. وعاش القديس حياة نسك شديدة قوي لدرجة إنه كان بينام على الأرض وامتنع عن أكل كل اللحوم وكان بيرعى الكنيسة بكل أمانة. فكان بيرشد الناس ويعلمهم وكان بيساعد الفقراء والمساكين ويديهم كل اللي عنده. وكمان كان بيرشد الكهنة في رعايتهم للشعب ورسم 2 منهم عشان يساعدوه.
أبونا بولس وأبونا تدرس. شير رمبي يا أبونا بولس. وهنسوك يا أبونا تدرس. أنت عرفت يا أبونا اللي حصل لعم سليمان؟ عرفت يا أبونا، ومش عارف نعمله. ده حالته صعبة قوي لدرجة أنه مش لاقي يأكل، لا هو ولا بناته التلاتة. مش كده وبس يا أبونا، أنا سمعت أنه من شدة احتياجه عايز يرمي بناته في الخطية. إيه؟ في الخطية؟ إحنا لازم نساعده ونصلي لربنا يبعد عنه إبليس وأفكاره الملعونة. يلا يا أبونا نصلي وربنا يقدرنا نحل المشكلة دي. ياه عم سليمان، الرجل الطيب بيمر بالظروف دي كلها. أعني يا رب إن أساعده في محنته دي، واحميه يا رب هو وبناته من أفكار عدو الخير. انقذهم يا رب من الخطية. بس أنا لو رحت له كده أكيد هيقول للناس إني ساعدته، وأنا مش عاوز حد يعرف. أيوة أنا لازم أغير في شكلي وهيئتي علشان محدش يعرفني، واروح له كمان بالليل علشان محدش يشوفه. أشكرك يا رب محدش شافني، أنا لازم أرجع للكنيسة بسرعة. إيه ده؟ هو إيه اللي مرمي على الأرض هناك ده؟ يا بويا يا بويا. خير يا بنتي؟ في حاجة؟ وأنا بنظف البيت يا بويا لقيت السرة دي مرمية على الأرض. سرة؟ سرة إيه دي يا بنتي؟ افتحيها كده شوف فيها إيه. إيه ده يا بويا؟ دي مليانة دهب. دهب إزاي؟ ويا ترى جت لنا منين دي؟ أكيد يا بويا واحد طيب عارف ظروفنا جه ورماها امبارح في البيت وإحنا نايمين. أكيد ربنا عايز يقول لي حاجة. بتقول حاجة يا أبويا؟ لا مفيش حاجة. الفلوس دي بقى يا بنتي يدوبك تكفي مصاريف جوازي. أنا؟ لكن ما لكنش ولا حاجة، أنا عايز أفرح بيكي وبإخواتك هما كمان. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. وزي ما القديس نيكولاوس عمل مع البت الأولى راح وعمل نفس الحكاية مع البيت التاني وتجوزت هي كمان. أكيد الراجل اللي بيرمي صورة الذهب هيعرف إن بنتي التالتة لسه متجوزتش وهيجي عشان يرمي صورة الذهب كالعادة. أنا لازم أسهر بالليل عشان أشوف مين اللي بيرمي صورة الذهب. استنى يا عم. لا أرجوك أخيرا شفتك. أرجوك سيبني. تعال يا راجل يا سيبني. طيب سيبني، أنت عاوز مني إيه؟ أنا نفسي أعرفك من زمان، بس أنت شكلك مش غريب علي، وريني وشك كده. أرجوك سيبني أمشي، أنت عاوز مني إيه؟ أنا لازم أعرفك. إيه ده؟ مش معقول سيدنا الأنبا نيكولاوس؟ إيه اللي ملبسك كده يا سيدنا؟ كل ده عشان خاطري؟ انا ما استاهلش محبتك دي يا سيدني. انا متشكر جدا يا سيدني. اشكر ربنا يا حبيبي، بس ارجوك ارجوك انا ليا طلب صغير عندك. اوعدني انك ما تقولش اي حاجه من اللي شفتها النهارده. خلاص هتوعدني؟ حاضر يا سيدني، ربنا يخليك لينا يا قديس يا عظيم يا ابو الفقراء والمحتاجين. ومن اليوم ده كل واحد طيب نفسه يدي هدية لناس غلابة بقى يعمل زي القديس نيكولاوس. كيف يعني يا ريس؟ أقول لك يا سمعان، أنت عارف بابا نويل؟ أمال طبعا يا ريس، هو في حد ما يعرفوش؟ متأكد إنك عارفة يا سمعان؟ أوه ما قلت لك أيوة يا ريس. طب أنت عارف بقى إن الجماعة الأجانب كمان بيسموه ستة كلوز؟ شفت بجني متنور كيف يا ريس؟ متنور زين يا سمعان، اسمه سانتا كلوز. واللي انت ما تعرفوش بقى ان بابا نويل ده هو القديس نيكولاوس. ابا يا سمعان بقى تعرف بابا نويل؟
والهدايا اللي بيجيبها للعيال الصغار. هو ما تعرفش ان هو نفسه القديس العظيم ده؟ يا خبتك يا سمعان التجيلة. لا يا ريس، انت لازم تحكي لنا حاجات كتيرة عنه. ماشي يا سي سمعان. على فكرة السنكسار الجبت بتاعنا في يوم 10 كياه حكى القصة بتاعت سورة الدهر، لكن انا بقى يا عم احكي لك قصص تانية كتير ما اتقالتش في السنكسار. احكي بقى يا ريس، شوقتني اسمع. طب اسمع يا سيدي الحكاية دي. في يوم والقديس رايح هيكل القديس تدرس، شاف راجل أعمى كان على طول قاعد هناك. سلام يا راجل يا طيب. سلام. مين بيكلمني؟ الصوت ده مش غريب علي. ده صوت سيدنا، سيدنا الأنبا نيكولاوس، مش كده؟ مظبوط يا ابني. انت بقالك كم سنة على الحال ده؟ 3 سنين. 3 سنين يا سيدنا وانا على الحال ده. رحت الأطباء كتير وحكمة كتير، لكن مفيش فايدة يا سيدنا، مفيش فايدة. بس انت نسيت أعظم طبيب، اللي قال في سفر الخروج: أنا الرب شفيك. أنا إيماني ضعيف يا سيدنا، أنا إنسان خاطي. آمن انت بس يا ابني وربنا هيتمجد معاك. أنا واثق، واثق ان ربنا هيشفيني على ايديك يا سيدنا. ارجوك صليلي يا سيدنا. طيب قرب لما دهنك بزيت القديس تدرس، دي بركته عظيمة. خنفراني مفيوت نمي بشيري نم ببنغم اسواب ونوتي ان وقود امين. ايه ده؟ انا شايف، انا بقيت اشوف، انا شايفك يا سيدنا. أشكرك يا رب، أشكرك يا قديس يا عظيم. أشكر ربنا يا ابني وما تبعدش عنه طول حياتك. زي ما اللعمة فرح، ناس كتير قوي شفاهم القديس وتمجد اسم ربنا على ايديه، مش بس في موهبة شفاء المرضى، لا وإخراج الشياطين كمان. هي سيدنا الشجرة اللي حكيت لي ميافتك عليها. سمع صوت الشيطان اللي فيها؟ شايف الجثث اللي حواليها؟ اهم كل دول ناس حاولوا يقطعوها، لكن الشيطان كان بياخد الفاس من ايديهم ويموتهم يا سيدنا، يموتهم. ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ وافتكر الآية اللي بتقول: الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتعد. اهو يا سيدنا، سمع صوت الشيطان اللي في الشجره. قد ايه انا فرحان، قد ايه انا سعيد. الناس كلها خايفه تيجي ناحيه الشجره بتاعتي علشان عارفين ايه اللي هيحصل لهم. هيموتوا كلهم. وده مين ده كمان اللي جاي ناحية الشجرة؟ كويس، الواحد بقاله مدة ما موتش حد. تعالى حبيبي، تعالى جيت برجليك لغاية عندي. شايفين سيدنا بقاله ساعتين ساجد وبيصلي ربنا. كفايه عذاب، قوم يا نقولة من قدامي. اتعذب تاني؟ كفايه اكسرها بقى، كفايه. لا انا مش هخرج. ايوه مش هخرج، الشجره دي بتاعتي انا. ابعد عني يا نقولة. ما تخافوش، قربوا، كل واحد فيكم يمسك فاس ويجي معايا علشان نقطع الشجره دي. لا يا سيدنا، ارجع يا سيدنا، هنموت زي اللي ماتوا. طيب هات الفاس اللي في ايدك ده. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين.
ابعدوا عندي، ابعدوا عني يا نولا. كفاية ما تعزمنيش، ما تعزمنيش أكثر من كده. خلاص خلاص، أيوة أنا خارج خارج أهو، بس مش هسيبك. أيوة مش هسيبك، وهاح الشغل عليكم، هاح عليكم. باسم ربنا وإلهنا يسوع المسيح بأمرك أيتها الشجرة إنك تبعدي عن الناس وتميلي للناحية التانية. إيه ده؟ مش معقول الشجرة بتميل. يلا قربوا لما نساعد سيدنا، يلا اضعوا معايا الشجرة. نشكرك يا رب، نشكرك يا قديس الله. غلبتني غلبتني يا نولا، بس مش هسيبك وهقدر وراك. أيوة مش هسيبك مش هسيبك. وفعلا الشيطان ما سابوش، لكن القديس نيكولاوس انتصر عليه برضه، لأن كان شعاره أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. دي في يوم من الأيام والقديس مسافر للأماكن المقدسة عن طريق البحر، حصلت حاجة غريبة قوي. ياه، أنا أول مرة أشوف فيها البحر هادئ ده. دي أكيد براكتك يا سيدنا حالت على المركب والبحر. اسمعني يا ابني كويس، اسمعوني كلكم كويس. إبليس بيحسدنا على السلام اللي احنا فيه دلوقتي، ومدبر لنا مكيدة جديدة. أنا شفته هو بيدور حوالين السفينة وماسك سيف وبيقطع الحبال وعاوز يرمينا في البحر. علشان كده أنا بطلب منكم إن احنا نصلي كلنا علشان ربنا يدينا القوة لاحتمال تجارب عدو الخير. تعالوا يلا نقرأ اللي حصل مع بولس الرسول في سفر الأعمال. انت فاكر انك هتفلت من المرة دي يا نولا؟ ده انا النهاردة محضر لك حاجات جميلة اوي، اكيد هتعجبك. صلي صلي اكتر يا نولا، وريني هتعمل ايه بقى. يا قديس الله انجدنا يا سيدنا، الريح شديدة قوي والموج عالي بطريقة غريبة. ما تخافوش يا ولادي، ربنا اللي سمح بالتجارب دي هو أكيد هينقذنا منها. انتم نسيتم، سلمنا فصرنا نحمل يا رب يسوع. يا من كنت مع التلاميذ وقت العاصفة وانتهرت الريح وأمرت البحر وقلت له اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوءا عظيم. مش ممكن، الموج هدي والبحر رجع زي الاول. ولا كل ما دبرك حاجة تقوم تصلي وربنا يرفع عنك. غالب تاني معك يا اخي. طيب انا هريك، اما اشوف هتعمل ايه في المصيبة اللي جاية لك دلوقتي. الحاجنا يا سيدنا، في واحد من الرجاله وقع وهو بيعدل الصليب اللي كان موجود على الصراع قبل هياج البحر. وقع ومات يا سيدنا، مات يا سيدنا مات. ما تبكيش يا ابني، ربنا هو اللي خلقه وربنا هو اللي سمح بموته، وهو برضو اللي هيقومه. باسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. مش ممكن. شايفين يا رجالة؟ شايفين اللي أنا شايفه ده؟ الميت قام، الميت صحي. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب. مش معقول، هزمتني تاني يا نيكولاوس. عامل لك ايه تاني بس؟ عامل لك ايه؟ دلوقتي بس يا ريس عرفت سر محبتك للقديس، وفهمت كمان معنى كلمة شفيع الملاحين. مش الملاحين وبس يا سمعان، دي كل واحد كان بيطلب منه حاجة كان بيسمع ويصلي من أجله، وصلاته كمان كانت مستجابة في الحال. عشان كده بنسميه العجايبيه. اسمه ايه يا سمعان؟ حفظت يا ريس، ماري نيكولا العجايبي.
دي في يوم جهل القديس ست وجوزها وبيحكوله على حكاية غريبة قوي. أغاب يا سيدنا. أغاب يا سيدنا. أهلا يا ولادي، اتفضلوا. خير في حاجة؟ حالنا يا سيدنا، حالنا بقى صعب قوي. إزاي يعني يا ابني؟ مش فاهم. بصراحة يا سيدني، احنا كان عندنا أرض وعايشين من زرعين كل سنة، وفجأة كده بقت تجيب نص المحصول، ودلوقتي يا سيدني دلوقتي ما بقتش تجيب حاجة خالص، لدرجة يا سيدني ان احنا مش لاقيين ناكل. انتم نسيتم وعود ربنا لينا ولا ايه؟ ده هو اللي قال: هل تنسى المرأة رضاعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. مش نسين يا سيدني، مش نسين. وما تنسوش كمان إن هو البنتوكراتور. البنتوكراتور؟ يعني إيه يا سيدني؟ يعني ضابط الكل، مفيش أي حاجة تتعمل إلا بإذنه. قربوا قربوا لما أصلي لكم، وربنا يبقى يعمل ما فيه الخير. وصلى القديس صلاة قوية وباركهم هما الاثنين. وبعد مرور سنة من اليوم ده حصلت حاجة غريبة قوي. يا سعدنا يا هناني، وبعدين يا بوميني هنخزن المحصول ده كلته فين؟ أول سنة تحصل معاني، الأرض جابت 5 أضعاف المحصول. أكيد بقى دي بركة صلاة قدسنا العجايبي. أشكرك يا رب. شوف بقى يا بوميني، إحنا لازم نروح نتشكر له النهاردة. أيوة طبعا، ده لولا صلاته ما كانش ربنا بعتنا الخير ده كله. أشكرك يا رب. شفت بقى يا سمعان مارينجولا كان بيحب الناس الغلابة كيف؟ شفت كان بيصلي لكل الفقراء والمحتاجين إزاي؟ مش كده وبس، دي كمان كان أكبر ناصر للمظلومين. كيف يعني يا ريس؟ دي في مرة يا سمعان كان السياف هيقطع رقاب ناس مظلومين، لكن القديس جه في الوقت المناسب وشال السيف من يده بكل قوة، وناس كثيرة قوي كانت واقفة وشافت الحكاية دي، منهم 3 قواد كان الملك بتاعهم بيحبوهم قوي. لكن كان في ناس كثيرة في القصر بتاعه متغاظين منهم وبيكرهوهم جدا، فضحكوا على الملك والوزير وخلوهم يرموا 3 دول في السجن ويأمروا بقطع رؤوسهم. وما كانش قدام 3 دول غير انهم يصلوا ويطلبوا شفاعة القديس نيكولاوس ناصر المظلومين. وفعلا ما تأخرش عليهم وظهر للملك والوزير بتاعه في نفس الليلة، وأمرهم بكل حزم وبكل قوة انهم يخرجوا 3 دول من السجن حالا. وقاموا هما الاثنين منهم مرعوبين وخايفين ونفذوا كل اللي قالوا لهم القديس بالحرف الواحد. وفي الوقت ده اشتهر القديس بعجائبه ومعجزات. وفي نفس الوقت ده كان اضطهاد الملك دقلديانوس للمسيحيين وصل لموت. لما سمع عن القديس وعجائبه وانه بيثبت المسيحيين ويقويهم امر بالقبض عليه، ونال قدسنا عذابات كثيرة قوي على اسم السيد المسيح. اوه ها لسه برضو منشف دماغك؟ كل ده عشان ايه وعشان مين؟ علشان ليه فداني وفداك ربنا كلنا يسوع المسيح. انت لسه بتنطق اسم على لسانك؟ طيب انا هوريك، ده انا مش هخلي في جسمك حتة سليمة. اصرخ 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 كمان. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ياه
الله يا ريس. القديس نيكولاوس اتعذب كل ده علشان بيحب ربنا. طب وبعدين يا ريس، ازاي ربنا نجده من العذابات ده؟ هي تو ما خلص عصر الاضطهاد والملك قسطنطين فتح السجون، رجع مالين اولى لكرسيه تاني وبنى كنايس جديدة وهدم كل معابد الأصنام. يا سلام يا ريس، أمني لو عندي قوة احتمال وشجاعة مارينجولا دي كان زماني بقيت حاجة تانية خالص. يعني يا سمعان، لو قالوا لك إن في واحد بيقول حاجات غلط عن المسيحية هتعمل إيه؟ ها؟ قصدك مين يعني يا ريس؟ يعني مثلا واحد زي أريوس، عارف مارينجولا عمل إيه معاه؟ أريوس أريوس، أيوة أيوة افتكرت، أنا سمعت الاسم ده قبل كده. مين ده يا ريس؟ أريوس ده راجل طلع بدعة زمان، كان بيقول يا سيدي إن الآب أعظم من الابن، عشان جرى آية في الكتاب المقدس بتقول أبي أعظم مني، وعشان كده اجتمع 318 أسقف كان منهم القديس نيكولاوس، اجتمعوا في مجمع سموه مجمع نيكولا، ووقف بقوة يدافع عن المسيحية، وكان من أشد المعارضين لأريوس، وكل الأساقفة أثبتوا للعالم كله إن الآب مساوي للإبن، لأنه مكتوب من رآني فقد رأى الآب، وأنا والآب والكلام ده طبعا يثبت إن الآب والإبن جوهر واحد، وعشان كده عملوا جنون الإيمان اللي بنقوله دلوقتي في صلواتنا، والكلام ده كان سنة 325 ميلادية، يعني قبل ان يحتج ده بحاجة بسيطة. طب ما تحكي لنا بقى يا ريس جرجس عن يحتج، يا ترى هو تنيح ازاي؟ يا سمعان، السيد المسيح عرفوا اليوم والساعة اللي هيتنيح فيها، ولما عرف قديسنا بالمعاد فرح جدا وصلى صلاته الأخير. أشكرك يا ربي يسوع لنعمتك علي، اشتقت ليك أوي يا رب، وانت كمان اتأخرت علي، سبتني كل ده في دار غربتي، بس أخيرا يا حبيبي هتاخدني عندك. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. والآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. وفي يوم نياحته شاف القديس ملايكة رب المجد وهي جاية تحمله للسما فوق، فرسم نفسه بعلامة الصليب وتنيح بسلام. وبعد ما دفنوا القديس بمدة، فجأة اكتشفوا ان جسده بيخرج منه زيت عجيب يشفي جميع الأمراض، ولحد النهاردة وجسد القديس موجود في إيطاليا وبيخرج منه الزيت، أو زي ما بيسموه هناك المن المقدس. ومش بس كده، ده فضلت عجائب ومعجزات معانا حتى بعد نياحته. ياه يا ريس، كمان بعد نياحته؟ طب ما تحكي لنا بقى يا ريس عن العجائب والمعجزات دي.
ماشي يا سمعان. احكي لكم ايه بس احكي لكم معجزة الراجل اللي طار. انقذني يا رب، بغرق، خلصني يا يسوع، يا قديس الله نيكلاوس، انقذني، انا بموت، الحقوني، بغرق، انقذوني، انا بموت، الحقوني. ايه ده؟ عم يوسف بيصرخ جوه والباب مقفول بالقفل، اكسروا الباب. يا عم يوسف، مالك يا عم يوسف؟ انا فين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ هو انا كنت بحلم ولا ايه؟ لا ده هدومي مبلولة اهي، يبقى الموضوع بجد. اشكرك يا رب، اشكرك يا مارين اولى. الله، مالك يا عم يوسف؟ هو ايه اللي حصل لك بالظبط؟ انت مش كنت مسافر؟ ايوه انا كنت مسافر. امال انت جيت امتى وكنت بتزعق كده ليه؟ ايه هفتكر حالا اهو. انا كنت مسافر في المركب وقامت عاصفه شديده قوي والموج كان عالي جدا لدرجه ان المركب اتكسرت وبقت عباره عن شويه خشب، واتعلقت في خشبه منهم وفضلت اصرخ واستنجد بمارين اولى، وفجاه لقيت نفسي بتشد من وسط ده كله ولقيت نفسي هنا. ياه، بركتك يا قديس الله نيكولاوس، يا قديس يا عظيم. والناس اتعلقت جدا بمارينجولا بعد نياحته، من المعجزات الكثيرة اللي سمعوها عنه واللي شافوها كمان، ومنهم اللي كان بيعمل عيد مارينجولا كل سنة ويحتفلوا بيه مع أجرانهم وقرايبهم. صباح الخير يا مباسيل، كل سنة وانت طيبة. ها، جهزتي كل حاجة عايزينها فيت حبيبنا مارين اولى؟ ايوه، كل حاجة جاهزة زي ما بنعمل كل سنة واكتر شوي. شوف كده، في حاجة ناقصة؟ لا، كده كله تمام. صباح الخير، كل سنة وانت طيبين. وانت طيب يا باسيل يا ابني. مش عاوزين مني حاجة؟ انا رايح الكنيسة علشان اصلي. روح يا ابني، ربنا يباركك. ام باسيل، سامع اللي انا سامعه بره ده؟ ده صوت عساكر المالك. استر يا رب، وباسيل لسه خارج. اقبض عليهم وخدوهم كلهم. هاتوا الواد اللي هناك ده شكله جميل قوي، لما اروح اقدمه للملك اكيد هينبسط بيه ويكافئني عليه كمان. ومرت سنه وباسيل بعيد عن ابوه وامه، وكانت قلوبهم حزينه، لكن ما قدروش ينسوا عيد مارينجولا. اه يا ابني، يا ترى انت فين يا ابني؟ يا ترى عايش؟ ولو عايش هشوفك تاني. وحشتني يا ابني. كفاياتي بقى يا ام باسيل، ده انت بقالك سنه ما بطلتيش عياط، ارحمي نفسك بقى. يا ابني الوحيد يا ناس، ومش عايزين نعيط عليه. يعني ايه؟ مش هنعمل عيد مارين اولى السنه دي ولا ايه؟ انت عايزاه يزعل مننا؟ قومي يلا نصلي ونطلب شفاعته. طيب، انا هعمل كل حاجه زي كل سنه. شفاعتك يا مارين اولى. ازيك يا مباسيل، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، كويس انك جيت عشان تساعديني. ايه، مفيش اخبار عن باسيل ابنك؟ ايه يا جماعه، انتوا هتقعدوا تتكلموا كده كتير؟ يلا خلصوا بسرعه، دي الناس زمانها جايه. عندك حق، احنا ازاي مش واخدين بالنا؟ امي بينا نحضر الحاجه بسرعه. ايه الصوت ده؟ ده بينه غزو جديد، طفوا الانوار بسرعه. ايه، مش ممكن، انا بحلم ولا ايه؟ باسيل ابني قدامي. لا يا ابويا، انت ما بتحلمش، انا هنا قدامك اهو. باسيل ابني، وحشتني يا ابني. وانت كمان يا امي. الحمد لله على سلامتك يا باسيل، نورت بيتك. امال ايه اللي في ايدك ده؟
مش عارف، انا كنت واقف بصب للملك في الكاس ده، اصلي كنت السقه بتاعه طول الفتره اللي فاتت، وفجاه حسيت ان في قوه عظيمه شالتني وجابتني هنا، وكان القديس نيقولاوس معايا بيشجعني وبيقويني. اشكرك يا رب، اشكرك يا قديس يا عظيم يا مرن اولى يا عجيب. يتمجد اسم الرب. يتمجد اسمك يا يسوع. يتمجد اسمك. يا سلام يا ريس، بقى كل دي واحنا ما كناش نعرف القديس العظيم ده. اديك عرفتها يا سمعان، بس المهم نتعلم منا ومن فضايله. ايوه معاك حاج يا ريس. أباي لو الواحد يقدر يروح له ويزور كنيسته كمان. طب ايه رايك يا سمعان تيجي معايا لكنيسته؟ انا رايح اول ما مركبنا ترسع البر. ايه يا ريس، هتروح اطاليا ولا ايه؟ اطاليا ايه يا سمعان، انا رايح له بنهي. بنهي ايه يا ريس ده؟ انت مش كنت بتقول ان جسده في اطاليا؟ ايوه يا سمعان، بس في بنهي كنيسة على اسمه، وهي الوحيدة اللي في مصر اللي على اسمه، وفيها جزء كمان من المن المقدس كمان. خلاص بقى يا ريس، اني رايح معاك. طب ايه قولك بقى يا سمعان، انا مش هاخدك معايا. لا يا ريس هاجي معاك. وانا بقول لك لا. ربنا يخليك يا ريس هاجي معاك. ربنا يخليك بردك. لا هاجي معاك يا ريس. ابدا ربنا يخليك يا ريس. هاجي معاك المجال. ادينا وصلنا بنها اهي، يلا بقى يا سمعان ندخل الكنيسة. ياه دي كنيسة كبيرة وجميلة قوي يا ريس. طب مد يلا يا سمعان، مد بقى لما ندخل نقول الزكسولوجية والتمجيد مع الناس اللي جوه. يلا يلا يا ريس. Thank you.
تمجد في قديسيه، ولا تزال صلوات عجائب القديس نيقلاوس تحيط بأولاده، يصلي عنهم في وقت الضيق فينقذهم الرب بصلاته. فمتى كنت في ضيقة أو محنة أو واجهتك مصاعب في حياتك، فاطلب صلاة القديس العجائب نيقلاوس،
فأنت دائما مدعو لزيارة هذا القديس في كنيسته ببنها. ولا تنسى أن تذكر فريق أنجلز تيم في صلواتك. Yes.
بالدنس شفعتك لينا حسن بيحمينا قدام سبينا يا نار الأولى يا ساكن فينا سند إيدينا للمسيح ودينا.